بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أعزائي الطلاب، طبعا ختاما للحلقات الماضية وما تم التطرق إليه ودراسته في المحاضرة السابقة، وإن شاء الله يكون ختامه مسك، هو نختتم باللقاء الأخير ألا وهو الحسابات الختامية في المحاسبة الحكومية. وأخذنا لذلك تمرين شامل يشتمل من وإلى بكل ما تم التطرق عليه في الأحد عشر اللقاء السابق. ومن هذا المثال اخترنا لكم هذا التمرين ليلم بما تم دراسته بشكل تفصيلي لإحدى الوحدات الإدارية في الدولة بدون ذكر أي أسماء. طبعا التمرين حاولنا بقدر الإمكان أن نقرب للطالب الحسابات الرئيسية والحسابات المساعدة والحسابات النظامية بقدر الإمكان، لكن هنا لن نتطرق إلى القيود نهائيا. سيتم تجهيز بيانات محددة ألا وهي كيف أن نوجد لأي جهة من الجهات حساب ختامي لتعرف ما تم إنفاقه وما تم تحصيله لجهة من الجهات. طيب، بدءا من ذلك أخذنا هذا المثال العملي لمكان ما، وهو كالآتي. طبعاً التمرين في ميلي البيانات المستخرجة بالمجاميع من دفاتر إحدى الجهات الحكومية لشهر أكتوبر العام 2000. قد يتساءل البعض بالمجاميع، لماذا قلنا بالمجاميع؟ بالمجاميع لأنه إجمالي ما حصل في الجهة بشكل عام. طبعا هنا عندما نتطرق لشيء اسمه النفقات، يشتمل النفقات هنا قد تكون شراء، قد تكون مرتبات، قد تكون مكافآت، قد تكون صيانة، بالتالي فإجمالي النفقات إجمالها هو اللي هو المبلغ هنا المحدد 10 مليون. وكذلك الإيرادات، الإيرادات قد تكون إيرادات تحصيل لسجلات، إيرادات تحصيل لدفاتر، إيرادات تحصيل لسندات، وهي بمبلغ 5 مليون. هذا لو كان لديكم نوع من التذكر اللي في المستويات الأولى، ألا هي محاسبة واحد ومحاسبة اثنين، اللي إذا كان كل شيء يتم التطرق عليه بحسابات في الماضي بالحسابات الرئيسية، هذا كأنه نفس الفكرة، بس وائم نفسك أيها القارئ أيها الطالب أنه سيتم دراسة البيانات هنا بشكل إجمالي. طبعا هنا بيكون عندنا حساب النفقات بإجمالي 10 مليون، وحساب الإيرادات ب5 مليون، والبنك المركزي نفقات البنك المركزي 17 مليون، مدينة نفقات مدينة ب16 مليون، البنك المركزي إيرادات دائنة ب4 مليون و500، إيرادات دائنة 4 مليون و300. ماذا يقصد بها يا دكتور هذه البيانات؟ طيب لو نجي نلاحظ، تمام، يقصد هنا احنا متعارف عليه ان البنك المركزي نفقات، البنك المركزي نفقات هو بطبيعته دائما هو دائن، ولكن عندما يقول لك البنك المركزي نفقات بمبلغ، يعني في عندي حسابات تم ارجاعها، وعندما يقول لك البنك المركزي ايرادات دائنه، هو بطبيعته بحسب ما درسنا في المحاضرات من الحسابات الرئيسيه هو بطبيعته مدين، تمام. بالتالي هنا كانه يخبرك انه لها طرفين، مدين ودائن. طيب النقدية تحت التسوية، وقلنا في محاضرة سابقة النقدية تحت التسوية يقصد بها هنا هي المبالغ الموجودة لدى أمين الصندوق أو أمين الخزينة، ولكن المصطلح المتعارف عليه بحسب ما شرحنا في المحاضرة السابقة إن هذا المبلغ هو الذي مقيد كرصيد لدى أمين الصندوق، مبلغ 800 ألف ريال. البنك المركزي أمانات سنلاحظ لدينا مبلغ 600 ألف ريال. طبعا البعض قد يسأل هذه الأرصدة ما هي 600 ألف ريال؟ 600 ألف ريال مدين بحسب الطبيعة اللي احنا درسناها في المحاضرة السابقة اللي هي مرت علينا تقريبا في المحاضرة السادسة أو الخامسة. طيب البنك المركزي السلف المؤقتة، وقلنا ما هي السلف المؤقتة؟ ألا وهو حساب العهد. هذا طبعا السلف المؤقتة بطبيعة مدينة ب1,500,000 ريال. الاعتمادات والتحويلات، هنا ذكرنا الاعتمادات والتحويلات نقصد بها أن المبالغ التي يتم بها طبعا أرصدة مدينة، هنا بل المبالغ التي يتم الضوء على ذلك الأرصدة في الجانب المدين بإجمال المبالغ التي لنا عند الغير. طيب المبالغ المدفوعة مقدما زي ما احنا حددنا سابقا، ماذا أقصد بالمبالغ المدفوعة مقدما زي ما أسلفنا سابقا؟ أن هي عبارة عن المبالغ التي تزيد عن ما يخص العام، وضربنا مثال بذلك أن الإيجار التي تزيد عن ما هو مخصص سيكون مبلغ مدفوع مقدما بإجمالي مبلغ كله 100 مليون ريال. طبعا المبالغ المدفوع مقدما قد يكون إيجارات، قد يكون مقاولات، قد يكون أعمال، مبالغ تزيد عن ما يخص العام. طيب المدينين ماليا وزارة المالية يقصد من حساب الإكفال الرصيد لدينا ب4 مليون و300 ألف. التأمينات المتنوعة، طبعا من هنا تبدأ الحسابات الدائنة. التأمينات المتنوعة مرتجع المرتبات، المبالغ الدائنة تحت التسوية هي تلك المبالغ، والدائنين المالية هي كل هذه المبالغ الدائنة. أوكي؟
مرتجع مرتبات التأمينات المتنوعة يقصد هنا إجمالي المبالغ بالنسبة للتأمينات المتنوعة، إجمال المبالغ التي تم أخذها من بعض الناس كمقاولات بتدخل في هالجهة من أجل أخذناها، يعني لدخول عطاءات أو مناقصات قد تكون لشراء سيارات أو لترميم مباني أو شيء من هذا القبيل. مرتجع المرتبات، مرتجع المرتبات هي عبارة عن مجموعة من المبالغ تم أصحابها لم يأتوا لأخذها. هو أصلا كان القيد، لو في عندكم طبعا شوي استذكار في المحاضرة بالنسبة لصرف المرتبات، كان القيد من حساب المصروفات إلى حساب البنك المركزي مصروفات، طبعا مصروفات يندرج فيها المرتبات، لكن مرتجع المرتبات هنا يقصد به إن إجمالي مبالغ لم يأتي أصحابها، قد يكون لأسباب أمراض، مسافرين، ذهبوا للحج، ذهبوا للعمرة، تمام، هذه إجمال مبالغ المعلقة تمام بحدود 300,000 ريال. المبالغ الدائمة تحت تسوية إجمالي مبالغ مقيدة لدى الجهة لحساب دولة معينة أو عفوا لحساب جهة معينة بمبلغ 100,000 ريال. الدائنين ماليا وزارة المالية يقصد بهنا الدائن المالي المبالغ المعلقة لدى الحساب. طبعا احنا كيف نفرق بين الدائنين والمدينين في حساب وزارة المالية؟ هذا الحساب الذي يتم فيه حساب الإكفالات لحساب المحاسب الحكومية، لأنه نظرا في المحاسبة التجارية زي ما أسلفنا في أول محاضرة وقلنا الفرق ما بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية، أن الفرق بينهم أن هذه المحاسبة الحكومية تقفل حساباتها في حساب الأرباح والخسائر، لكن نظرا لأن الدولة أو بمعنى أصح الحكومة لا تسعى لتحقيق الأهداف والأرباح من شو نتيجة الأنشطة، أوجدت حساب ما يطلق عليه حساب وزارة المالية، وهو الحساب الذي تغلق فيه كافة النفقات والإيرادات للدولة. لذلك هذا هو حساب، هو الحساب المعلق بصفة وزارة المالية، هي الجهة التي تقوم بالتمويل لهذه الجهات. طيب في عندي حساب الكفالات وحساب أمانة الكفالة، عندي من الحسابات المعلقة، حسابات المعلقة تمام 400,000 ريال، وفي عندي حساب أمانة الكفالات، كفالات وأمانة الكفالات يقصد بعطاءات ومناقصات. عندي المشاريع الرأسمالية والاستثمارية 70 مليون ريال، وفي عندي مراقبة استخدام المشاريع ب70 مليون. يا دكتور قد في البعض يتساءل، لم تمر علينا هذه المصطلحات، المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ومراقبة استخدام المشاريع. المشاريع الرأسمالية والاستثمارية قد تكون هذه الجهات لديها مباني تقوم حاليا ببنائها أو أن تستثمر في مصانع أو في شركات أو من هذا القبيل بإجمالي مبالغ 70 مليون. في عندي مراقبة استخدام المشاريع، هذه المبالغ مراقبة استخدام المشاريع هذه المبالغ بما نطلق عليها مباني قيد التنفيذ، بمعنى صح أن المبنى لم يكتمل بناؤه ولكن جاء إلى نهاية العام وما زال المبنى في طور الإنشاء. وحتى أنه تعريف استخدام المشاريع أو ما كنا نطلق عليها في بعض المواد اللي هو مشاريع شوف قيد التنفيذ، هذه بمعنى صح هذا هي عبارة عن أصول لم تستكمل بعد، أصول ثابتة لم تستكمل بعد، حاول أنك تفهمها كذا استخدام المشاريع. فإذا علمت أن الأرصدة المرحلة من الشهر السابق سبتمبر عام 2000 كانت كما يلي: عندي الرصيد حساب البنك المركزي نفقات 700,000 ريال تمام، والبنك المركزي إيرادات 200,000 ريال، والنقدية تحت تسوية 600,000 ريال، والبنك المركزي أمانات 400,000 ريال، ومرتجع المرتبات عندي 200,000 ريال، والتأمينات المتنوعة 400,000 ريال، والمبالغ الدائرة تحت التسوية 200,000 ريال، شيكات واردة تحت التسوية المبالغ الدائرة تحت التسوية 200,000 ريال، شيكات واردة للتحصيل. قد يتساءل البعض ما هي الشيكات الواردة للتحصيل؟ هي عبارة عن شيكات أرسلناها للتحصيل ولكن لم تصل بعد بإجمالي مبالغ 300,000 ريال. في عندي نفقات أو مصروفات 34 مليون، وإيرادات 47 مليون 200,000 ريال، المدينين ماليا والدائنين ماليا بحسب ما هم موضح لكم، وحساب الكفالات وأمانة الكفالة وشيكات واردة للتحصيل. طيب الآن في بعض منكم قد يتساءل: يا دكتور لماذا تعطينا رصيد سابق ورصيد حالي؟ هذا من أجل المقارنة، ونلاحظ كأنه كرصيد افتتاحي مما سبق. طبعا سنقوم بحل هذا التمرين باستخدام الكشف، يسمى كشف الحساب الشهري. طبعا هذا الكشف الحساب الشهري موجود لدى كل جهة لتعرف ماذا أنفقت وماذا حصلت وما أرصدتها وما مبالغ وما تم إنفاقه وما أرصدتها، كأنه يحكي قصة حياة المنشأة خلال شهر معين. هذا يعتبر من أهم الحسابات اللي هو نموذج 57. لذلك إذا أردت أن تعرف الجهة الفلانية، تطلب دائما أنت كطالب أو كشخص دارس أو كشخص يريد أن يهتم بالجهة، تطلب نموذج 57 أو هذا يطلق عليه اللي هو كشف الحساب الشهري. الآن سنشاهد كشف الحساب الشهري لإحدى الجهات المعينة. سنلاحظ هنا في كشف الحساب الشهري أنه مقسم كالآتي: الحسابات الرئيسية، طبعا عندي المتأخرات حتى نهاية المدة اللي أخذنا الرصيد
الافتتاحي حق الشهر السابق. لو تقول طول من فين جبت هذه الارقام، ارجع بتلاحظ نفس الكلام. وفي عندي اعتمادات المده الجاريه اللي نقصد بها الحاليه اللي حاليا اكتوبر، طبعا تجمل الانتينا معك 272 زائد 50 يطلع لك 322 وهكذا. والباقي حتى نهايه المده هنا اذا كان في باقي او قال لك استنزال سيتم استنزاله على ضوء هذا الكلام. الموضوع هو كله بسيط جدا، يحتاج كل ما في الامر عمليه تفريغ للبيانات. حتى عندما تجي تلاحظ هنا ستلاحظ عندنا هنا الحسابات الرئيسيه تندرج تحتها الحسابات الايرادات ثم النفقات ثم البنك المركزي ايرادات ثم البنك المركزي نفقات بحسب ما درسنا تماما. وبعدين سيمر لدينا الحسابات المساعده المدينه، البنك المركزي امانات والنقديات حتى سويه والسلف المؤقته والسلف على المرتبات والاعتماد والتحويلات والمبالغ المدفوعه مقدما والمدينه وزاره الماليه، كانه ندرس المحاضرات السابقه بس بشكل متوسع. ثم بناخذ الحسابات المساعده الدائنه، التامينات المتنوعه، مرتجع المرتبات والمبالغ الدائنه تحت التسويه والمدائنين وزاره الماليه. طيب وبعدين سننتقل للحسابات النظاميه الا وهي الكفالات ويقابلها حساب امانه الكفالات وحساب الديون المستحقه الحكومه ويقابلها اللي هي مطلوبات الحكومه والشيكات الوارده للتحصيل والشيكات تحت التحصيل. البعض يتساءل يا الفرق، ما الفرق يا دكتور بين الشيكات الوارده للتحصيل وتحت التحصيل؟ الوارده للتحصيل للضروري ان يكون لدينا حساب نظامي، والحساب النظامي هذا هذه استلمتها شيكات مستحقه الان. طبعا بحسب الشيكات المستحقه انه اي شيك مدته حسب متعارف عليه في الجمهوريه اليمنيه انه مده الشيك 30 يوما من تاريخ تحريره. يعني فرضا ان كان الشيك في تاريخ 26/8 سينتهي في تاريخ 26/9 او 25/9. طيب في عندنا شيكات الوارده للتحصيل المؤجله ويقابلها حساب نظام الشيكات الشيكات المؤجله. طيب يا دكتور ما الفرق ما بين الشيكات التحصيل المؤجله والشيكات تحت التحصيل العاديه؟ احيانا تصل ياتي بعض من التجار بحسب ما اسلفنا سابقا انه ياتي لهم بضاعه على سبيل المثال من التجار ايا كان، تمام، ويكون التاجر لا يملك المبلغ من المال لتسديد مبالغ الجمارك او الضرائب او الرسوم المعينه للميناء، تطلب منه الدوله شيك مؤجل، يعني على سبيل المثال ليكون وصلت الباخره الخاصه بالتاجر الفلاني بتاريخ اليوم هذا اليوم احنا في شهر 8، تمام، ونريد والتاجر تطلب منه الدوله تحرير شيك مؤجل الى شهر 11 او الى شهر 12 الى ان تصل بضاعته الى العاصمه او الى اي من المحافظ ويقوم بالبيع ومن ثم يقوم بالسداد. هنا تطلق عليها الشيكات المؤجله، بعكس الشيكات تحت التحصيل هي شيكات انيه يتم تسديدها في خلال فتره تحريرها. الفرق الان عرفنا ما بين الشيكات المحصله المؤجله وشيكات تحت التحصيل. طيب في عندي المبالغ المستحقه عن اوراق ونماذج ذات قيمه، وهنا اوضحنا في يقابلها تسويه المبالغ ان المستحقه عن اوراق ونماذج ذات قيمه. قد يتساءل بعض، طبعا بالمناسبه المحاضره هذه كانه تذكير للمحاضره السابقه من اللقاء الاول الى اللقاء السابق الى الان، كانه نعمل استعراض مع التمارين، كان الطالب ان استوعب يعرف ولديه القدره بحل هذا التمرين سيشعر انه قد تمكن من فهم ماده المحاسبه الحكوميه. طبعا احنا الان نشرح ونعيد التفاصيل من باب قول الله تعالى وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، من باب انه تستفيد اولا باول. طيب سنلاحظ هنا كذلك ان اوراق ونماذج ذات قيمه هي عباره عن اوراق ياتي مكتوب فيها هذه قيمه الورقه زي ما اسلفنا في المحاضره السابقه بالذات، على اساس انه تاتي قيمه الورقه مكتوب فوقها. يعني على سبيل المثال زي ما ذكرنا قلنا سابقا اذا كان شهاده تسنين او شهاده طبيه ياتي مكتوب فوق الورقه 100 ريال، او انك تريد استخراج جواز سفر يقول لك النسخه مكتوب فوق النسخه 3500 او 1500، هذه تسمى اوراق ونماذج ذات قيمه، يعني ان الاوراق مسعر المبالغ اللي فيها. طيب في عندك حسابات الرقابيه والاحصائيه، هذه الرقابات الاحصائيه هذه الموجوده للدوله زي ايش؟ هي كلها تتطرق من ضمن بنود الموازنه العامه للدوله. زي ما اسلفنا انه لدينا بنود الموازنه العامه للدوله تنقسم زي ما قلنا للنفقات والايرادات، وقلنا الايرادات لدينا 5 ابواب والنفقات لدينا 4 ابواب. هنا تم تقسيمها بحسب ان في موضوع لو نلاحظ النموذج هذا كانه اشتمل كافه حسابات المحاسبه الحكوميه كامله. لاحظ كل المصطلحات، المنح، الاقتراض الحكومي، مراقبه المتحصلات، مراقبه مبيعات اسهم راس المال، مبيعات اسهم راس المال، كانه نعيد المحاضره الاولى. مساهمات الشركه اذا كان فرضا الشركه هذه لديها اسهم في شركه ام موبايل او في شركه تبغ الكبريت او في بنك او في مصنع كمران او في البنك اليمني للانشاء والتعمير، هذه تسمى مساهمات حكوميه، او في البنك الاهلي اليمني او من هذه البنوك او في مصنع الغزل والنسيج. وفي عندي الاقتراض الحكومي والمحلات والاستخدامات والمساهمات في راس المال، هذه كلها من ضمن
البيانات التي تسعى الدولة تحاول أنه بشكل عام أنه يلم موظف المحاسبة الحكومية بكافة البيانات والحسابات التي تم تسجيلها. طيب الآن في البعض يتساءل لماذا الأهمية من هذا الكشف، كشف حساب 57 عندما نلاحظه ويطلع لي بالمبالغ الضخمة والمبالغ الكبيرة. قد يتساءل البعض لماذا ندرس هذا النموذج أو ما نطلق عليه كشف الحساب الشهري. كشف الحساب الشهري عندما الآن استعرضنا من الألف إلى الياء إلى الأخير، لاحظنا بدءا من البداية إلى النهاية، سنلاحظ ماذا؟ سنلاحظ أنه كأنه اشتمل حسابات الجهة الحكومية كاملة، بمعنى كأنه يقول لك أيها الدارس، أيها الموظف، أيها العامل، أيها هذا، انظر أنواع الحسابات اللي احنا استخدمناها وكم كان الرصيد السابق وكم الرصيد الحالي وكم المتبقي في كل حساب من الحسابات. ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك لتعرف المنشأة. طبعا بالمناسبة لم تسجل هذه الأرقام إلا من واقع ما تم إثباته من قيود محاسبية وتم تفريغها في سجلات، ومن تم نقلها من هذه السجلات إلى السجلات الفرعية وعمل كشف خلاصة. الآن كشف الحساب الشهري هذا هو عبارة عن مجرد خلاصة كامل من واقع سجلات، من واقع سجلات كاملة وجدول يوضح إجمالي المبالغ ما تبقى في جميع الجهات. طبعا التمرين مبسط وحاولنا ان احنا نقرب تمرين قريب الى العقل للطالب، بحيث لم ناخذ بيانات شديده ولا بيانات صعبه على الطالب يصعب التوصل لها. طبعا بقدر الامكان حاولنا طبعا في هذا اللقاء الاخير ان يكون باذن الله ختامه مسك، ونعطيكم بقدر الامكان الفائده والمعذره على العجاله، وان كنا احسننا ووفقنا ووصلنا هذه الماده بقدر الامكان فالتوفيق هو من الله عز وجل وليس منا، وان كنا اخطانا فمن الشيطان ومن انفسنا. طبعا الماده المحاسبه الحكوميه هي تعتبر من المواد المهمه، اتمنى من الطلاب عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلميه والعمليه، واتمنى باذن الله تعالى نسمع عنكم شباب سيبني هذا البلد نحو الافضل، واملنا فيكم كبير جميعا دون استثناء من شرق اليمن الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، فانتم السواعد القادمه باذن الله تعالى. وفقنا الله واياكم، واسال الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.